عاش الوداد، الوداد الوداد كبيرة، كتبقى كبيرة في النهار الكبير. راه كاينة عاهية خويا. إن شاء الله الاحتفالية السيمانة الجاية. فريق الوداد كيمثل الأمة، كيمثل المغربي، الدكالي، صحراوي، شمالي، جنوبي، مغربي بصفة عامة، والمغاربة كلهم معانا وحنا عارفينهم معانا. مباراة كويسة وكانوا رجالة، وإن شاء الله في قلب مصر وضعنا اليد الأولى على اللقب. لعبوا مزيان، تقاتلوا مالغري المصريين والطريقة ديالهم شوية كانت متشددة، ولكن تبارك الله عليهم كانوا في المستوى، وإن شاء الله بطولة ودادية. لعبات تقاتلوا، كانوا رجال وسط التيران وحنا ديما معاهم وغيجيبوها إن شاء الله. مزيان، كانت مباراة صعبة، ولكن فريق الأهلي دخل بكونفيونس ديك الستة تيسحبوا حنا هما التوانسة، حنا فريق الوداد كنقولوا لهم ماتش ريتور، كنرحبوا بكم في كازا. تبارك الله على العروبي، احنا شهدوا العروبي تبارك الله عليه. كنشكر الاطار حسين عموتشا على التكتيك اللي دخل به، وبرافو اللعابه، برافو اللعابه، ونجيبوها ان شاء الله.